السيد النائب محمد عبد العليم داود. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة يعني أنا بعتقد أن الوزير علي مصلحي منذ 31 ديسمبر 2005 نفس الردود اللي في أي مضبطة من مضابط البرلمان على النواب وعلى الاستجوابات وعلى طلبات الأحاطة والأسئلة هي هتكون بنفس المعنى وبنفس الردود، مع احترامي الشديد لشخصه. سيادة الرئيس المحترم، الحكومة بتاعتنا قاعدة كل يوم بتخلق مشكلة وبتبحث مش على حل للمشكلة، لا، على تبرير للمشكلة. احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم حضرتك وبنحمل شماعات وبتجيب شماعات الحرب الأوكرانية والحرب الروسية، وحضرتك ليه؟ ما هي مصر كانت في حرب 73، بس في مصر كانت في حكومات صحيحة محترمة سيادة الرئيس. كانت في مصر حكومة يا سيادة الرئيس عملت ووضعت خطة لتأمين الجبهة الداخلية وحماية المواطن وحماية المستهلك. يا جماعة ارجعوا للدكتور عبد القادر حاتم، وارجعوا للدكتور عبد العزيز حجازي، وارجعوا لمحمد أنور السادات. عمل ايه سيادتك لما ترأس الحكومة الحرب؟ يعني الحرب كانت في مصر وما وصلتش للأسعار ولا زادت الأسعار في ظل حرب جوه مصر يا سيادة الرئيس. الحقيقة أنا بسأل سيادة الوزير وبسأل سيادة رئيس الوزارة اللي مش راضي يدي المجلس أي اهتمام. أنا بسأل سيادتك مرتب واحد بياخد 3000 جنيه هيعيش إزاي؟ بتاع تكافل وكرامة هيعيش إزاي؟ أكتر من 15 مليون عاطل في البلد هيعيش إزاي؟ أنت عندك حكومات حضرتك بتجدد وبتصنع المشاكل وبتقتل في الفلاح اللي هو صانع المواد الاستراتيجية. حضرتك أنت بتقتل الفلاح بمنع دعمه وتدعم بره سيادة الرئيس. أنت بتقتل وبتقفل أبواب الرزق في البلد بقوانين هي ألغام لنسف هذا المجتمع، يعني زي قانون البنى وغيره سيادة الرئيس. خلينا في موضوع الموضوع يا سيادة الرئيس ومستودعات الدقيق. سيادة الرئيس، هي الحكومة ديت هتن تاخد طلبات إحاطة وترد علينا وإحنا مش هنعمل؟ لا يا سيادة الرئيس، موقف النواب سيء أمام شعب المصري يا سيادة الرئيس. مش عارفين يخشوا دوائرهم يا سيادة الرئيس. وبناء عليه يا سيادة الرئيس،